بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في دقائق معدودة هبقى أتكلم عن موضوع اخترت له الاسم، إن هو الاسم ما بين 17 و26، ما بين 17 و26، وأقول لكم بعدين دي اخترت الاسم ده. في الأول هبدأ بآية من إنجيل القديس معلمنا مرقس الرسول إصحاح 6 عدد 31. المسيح بعد ما شاف تلاميذه تعبوا في الخدمة وتعبوا في تعبوا جري يمين وشمال، قال لهم ايه؟ فقال لهم: تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. فقال لهم: تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. وهي دي الرساله بيقولها السيد المسيح لينا ولكل نفس: تعالوا معايا الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. تعالوا في موضع خلاء كده في بيوتنا، استريح واقعد، انا عاوزك في خلاء خالص منعزل عن العالم كله. موضع خلاء يعني ما بنشوفش حد، واحنا اولموست دلوقتي في نفس السيتويشن دي، ان احنا في موضع خلاء. المسيح له كل المجد. دعا تلاميذه لما بيكون في مهمه سريه او مهمه قويه او دعوه او تعليم، كان ياخذهم على جبل او ياخذهم في موضع خلاء. حصل كده بالظبط في موقفين، خاصه مع بطرس ويوحنا ويعقوب، ما بين 17 و26 في انجيل متى إصحاح 17، ما بين 17 المسيح بيقول لك: بعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال. الجبل هو لموضع الخلاء، جبل خالص. والتلاميذ ساعتها لصقوا بالسيد المسيح له كل المجد، ولما لصقوا به وما سابوهوش شافوا مجد المسيح منفردين. أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عاد منفردين، يعني في عزلة، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذ رأى موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب جيد أن نكون ها هنا، جيد أن نكون ها هنا. شفتوا بقى، مع ان موضع خلاء، موضع ما فيهوش الراحه، ما فيهوش الرفاهيه زي العالم اللي كانوا عايشين فيه، كل حاجه ومشتريات، موضع خلاء، ولكن التصقوا بالمسيح وما سابوش المسيح وعاشوا معاه وشافوا المسيح ممجد، وشافوا البطرس، شافوا موسى وشافوا ايليا، والمسيح قال له، البطرس قال: جيد ان نكون ها هنا. مين فينا بيقول يا رب يسوع المسيح شكرا ليك على الوقت ده، جيد ان نكون ها هنا؟ هو ده الالتصاق الحقيقي حتى لو في موضع خلاء. ولكن ما بين 17 و26، في اصحاح 26 برضو المسيح خد بطرس ويعقوب ويوحنا في موضع خلاء في جسيماني. اصحاح 26 عدد 36: حينئذ جاء معهم يسوع الى ضيعة يقال لها جسيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا هنا حتى أمضي هناك وأصلي. خد 3 برضو بعيد عن الناس كلها وقال لهم أصلي. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي اللي هو يعقوب ويوحنا، وابتدى يحزن ويكتئب، فقال: نفسي حزينة جدا حتى الموت، ونفضل نكمل. وكان يصلي: يا أبتا، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما. آدي الفرق بين 17 و26. 17 لما التلاميذ مسكوا في المسيح في وقت الانفراد قال له: جيد أن نكون ها هنا، لأن احنا شفنا مجدك، حتى لو بعيد، حتى لو مفيهوش رفاهية، حتى لو أوقات صعبة، ولكن احنا قاعدين مع المسيح وشفنا مجد المسيح، شفنا ما تركناهوش، قاعدين في البيت في وقت منفرد، ولكن لم نتركه. قاعد معنا في صلاتنا، قاعد معنا في الكتاب المقدس، قاعد معنا في فكرنا، قاعد معنا في الوعظات. ربنا فتح لنا الميديا ان احنا نسمع وعظات ونسمع وندرس الكتاب المقدس وندوق حلاوته: ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. جيد يا رب ان نكون ها هنا. ولكن ال 26 قعدوا في موضع خلاء، قعدوا منفردين ولكن نياما. قعدوا لامتى الفتره دي يعدي؟ فتره خوف، فتره قلق، فتره مش عارف ايه، نياما. المسيح جه صحاهم مرتين وقال لهم: برضو انتوا نيام، برضو انتوا نيام. اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه. يا ابتاه، ثم جاء فوجدهم ايضا نياما، اذ كانت اعينهم ثقيله.
فتركهم ومضى وصلى ثالثا، قال لذلك الكلام بعينه، ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا الآن واستريحوا. ولكن اللي عاوزين، الرسالة اللي عاوز تقول، احنا نستغل الفترة دي، فترة الخلاء، فترة منفردين، ان احنا ما نخش ننام، نفتح السوشيال ميديا، اخبار الفيروس ايه، في ابديت، في تريتمنت، في فاكسين، في، ونفضل نفكر. ده النيام، نايمين، مش قاعدين ملتصقين بالسيد المسيح. اللي عاوز اقوله، احنا المفروض نبقى في 17 ولا في 26. نتمنى ان احنا كلنا ناخد سورة 17، انجيل اصحاح 17 من انجيل معلمنا متى، ان احنا نمسك في ايه المطلوب مننا. شوفوا بقى، صلاة، ربنا ادانا وقت نصلي، ربنا ادانا وقت ندرس في الكتاب المقدس ونقرا، نقرا في قراءات اليوم بتاع الايام الديلي ريدنج بتاعت الكنيسة. اسال على اي حد ممكن يكون محتاج حاجة، اسال على اصحابي، اشوف مين زعلان مني اصالحه، اكتب الضعفات بتاعتي اللي ممكن، سواء كان غضب، سواء اي حاجه وحشه، اكتبها كده واصلي بيها واقول يا رب ساعدني ان انا اخلص من هذه الامور. هنشوف المسيح متجلي، هنشوف المسيح متجلي، وهنشوف اوقات عظيمه، ونقول يا رب جيد ان اكون هنا. احسن وقت قضيناه في حياتنا وقت الكورونا فيروس، جيد يا رب. ليه جيد ان نكون يا رب؟ الفرق بين الاثنين، رغم منفردين، بعيدين عن الناس، بعيدين عن الماركت والعالم والحاجات الحلوه بيقدمها العالم، في جبل تراب وصخور، بس المسيح متجلي، وهم مسكوا في المسيح، المسيح متجلي. تعرف هنقول ايه؟ جيد يا رب انا اكون هنا، احسن وقت ليا. نقرا في الكتب الروحيه، نقرا اقوال الاباء، نقرا بستان الرهبان، نتمتع، ندوق، نخش في دراسه كلمه الله بمحبه وبعمق، ونقول يا رب الله جيد ان نكون ها هنا. ده في 17، ولكن 26 قاعدين نايمين. امتى الوقت يخلص؟ نستنى في شهر ابريل، نستنى في شهر مايو، ممكن يحصل، ممكن ما يحصلش. البيك وصل، هيوصل معدله لحد، ونفضل بقى نفكر في كلام يقلقنا ويخوفنا ويرعبنا. ولكن المسيح الناحيه الثانيه، حبيبي لا تخاف، انا هنا، انا هنا، انا هنا، انت فين؟ انا جبتك علشان تقف معايا، انت لسه بعيد، لسه الان، ما تخافش. صدقوني المسيح حنين، المسيح طيب، الهنا طيب وحنون وبيفتقدنا، وقلبه ده قلبه كده رهيب، يعني في كله رق وكله حنان. هو مستني تسمع صوتك، بيقول لك يا ابني فينك يا ابني من زمان، انا يعني ده بيقول لك محبه ابديه احببتك، لاجل ذلك ادمت لك الرحمه. ايه يا رب الحلاوه دي؟ بس ايه الحلاوه دي؟ محبه ابديه، يعني محبه ملهاش حدود. ربنا يدينا نعمه ان احنا نستغل الوقت ده، الوقت اللي احنا منفردين، اخذنا منفردين علشان نتمسك بيه. نقف نصلي، ادخل مخدعك وصلي دلوقتي، في وقت صوم نحن نصوم، نقدم صدقة، نسأل على اخواتنا، نسأل على حد محتاج اي حاجة، نصالح اللي زعلان مننا، نعمل خير، نلتهج بربنا، ندرس الكتاب المقدس، هنشوف مجد المسيح، وهنقول له جيد يا رب انا اكون هنا. نتمنى ان احنا كلنا نكون من مجموعة 17، مش من مجموعة 26. على فكرة هم الثلاثة، بطرس ويعقوب يوحنا في 17، وبطرس ويعقوب يوحنا في 26. الناس هم تحب تكون 17 او تحب تكون 26. نتمنى كلنا ننفرد مع المسيح، ونكون مع مجموعة اللي في اصحاح 17، اللي احنا ندوق المسيح. يلا الفرصة جت، يلا ابدأ من النهاردة، نجهز ركبنا ونرفع ايدينا ونلتصق بالسيد المسيح، الهنا الطيب الحنون، قصير الرحمة، رؤوف، لا يحكم إلى الأبد، لأنه إله طيب. ربنا يرحمنا ويرحم العالم كله ويرفع عنكم، وإن شاء الله نشوفكم قريب في كنيستنا، ونصلي ونسبح اسم ربنا على هذه الفترة، لأن زي ما تقول اتعلمنا كنيستنا إن احنا نشكر الله على كل حال، ومن أجل كل حال، وفي كل حال. وحشتونا كتير، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين.